مع الكابتن الكبير جدا جدا الكابتن نبيل معلول المدير الفني الاسبق للمنتخب التونسي. يا كابتن نبيل مساء الخير على حضرتك. مساء النور امير، اهلا بيك وكل مشاهدي قناه الاهلي، اهلا بيك. منورنا طبعا في قناه النادي الاهلي وطبعا مبروك مبروك الفوز الاول للمنتخب المصري. الله يبارك فيكم باذن الله. باذن الله ايضا المنتخب التونسي يفوز في المباراه المقبله. طبعا معانا على الهاتف احد المحللين الكبار واحد المدربين الكبار جدا في القاره الافريقيه بشكل عام، يعني الواحد بيستمتع بتحليله. طبعا عايز استغل تواجد حضرتك معايا واسالك عن تقييمك لمستوى المنتخب التونسي في مباراته بالامس امام انجولا. بسم الله الرحمن الرحيم، والله مستوانا كان اقل من المتوسط، معنا باش ما نقولش كلمه اكبر لانه المنتخب التونسي لعب امبارح واحد من أسوأ مبارياته في السنوات الاخيره. يعني الطابع اللي كان يتمتع به المنتخب التونسي والطريقه الهجوميه واللي كان يتمتع بها المنتخب التونسي كانت مفقوده، رغم وجود لاعبين اللي عندهم الامكانيات الفنيه والمهارات الفرديه الفنيه اللي تخلي المنتخب التونسي ممكن كان يسيطر على المباراه. وهذا راجع حسب رأينا الشخصي أنه مراكز اللاعبين ما كانتش تتماشى مع إمكانياتهم. ثم بعدين الكوتشينج يعني بتاع الإطار الفني ما مشاش مع مجريات المباريات والمباراة ومتطلبات المباراة. أضف على ذلك معناها الغيابات اللي كانت، معناها مش غيابات لكن غيابات متاع خيارات من الإطار الفني. طيب هل من وجهة نظر حضرتك غياب علي معلول بان تأثيره على أداء المنتخب التونسي بالأمس؟ شوف انا بحكم وجودي مع المنتخب التونسي يعني المده طبعا اكبر قوه هجوميه للمنتخب التونسي هي الجهه اليسار، يعني اي منتخب يلعب ضد المنتخب التونسي اكثر شيء يفكر فيه، ولا اول شيء مش اكثر شيء، اول شيء يفكر فيه هو ايقاف زحف المنتخب التونسي للجهه اليسرى اللي موجود فيها يوسف المساكني وعلي معلول. ونعرف قوه يوسف المساكني معنا في تواغلاته ومراوغاته وتسديداته وتهديفه. نفس الشيء بالنسبه لعلي معلول اللي بوكس تو بوكس، يعني من منطقه 18 فعلا. في الكروسات نتاعو والاسيست نتاعو والدريبل نتاعو، وخاصه قبل هذا الكل تمركز نتاعو، ودائما يكون يعني جاهز لحامل الكره. اي واحد يكون حامل الكره في وسط الملعب ولا في الخط الخلفي علي معلول يكون جاهز لاستلام الكره. يعني تمركزه دائما متميز جدا، علي بتمركزه دائما يكسر لك خط ولا خطين من المنافس. انت ايش عملت؟ يعني امبارح تقريبا المنتخب التونسي كانه طايره قاعده تطير بجناح واحد مش بجناحتين، يعني جيت وقصيت اكثر قوه عندك من الناحيه الهجوميه. طبعا بدون ادنى شك لانه معايا انا افضل مباريات لعبها من المنتخب التونسي كان علي معلول ويوسف المساكني موجودين في الجهه اليسرى بدون ادنى شك، لانها القوه الضاربه. ولما علي معلول يكون موجود في تفاهم كبير بينه وبين يوسف. يوسف علي يعرف امتى يوسف باش يدخل له الى عمق وسط الميدان، امتى باش يفضي له الجهه اليسار، امتى باش يطلب له الكره في ظهر الباك اليمين. يعني مهم جدا. زيد على ذلك لما علي معلول يكون موجود مع يوسف المساكني، يعني التركيز الخصم باش يكون على الجهه اليسار. باش يكون ايقاف الجهه اليسار للمنتخب التونسي، شو باش يعمل لك هذا؟ باش يعمل لك عدم توازن في الدفاع في الخط الخلفي وخط وسط الميدان بتاع الفريق المنافس، اللي باش يحرر لك راس الحربه نتاعك، باش يحرر لك لاعبي الوسط نتاعك، باش تقل الرقابه فيه، وباش يحرر لك الجهه اليمين نتاعك. يعني وجودهم هما مهم جدا لانه باش يخلق توازن فريق المنافس هذا اللي كان مفقود. وكما قلت لك ايضا فرجاني فاسي ما كانش موجود اللي هو مهم جدا في خط وسط الميدان. اللمسه الفنيه كانت موجوده. يعني التركيز حبينا نلعبوا نفس الطريقه اللي لعبنا بها ضد كرواتيا وقت اللي هو منتخب مغاير تماما. انجولا ماهيش كرواتيا، ضدك انت تلعب ضد وصيف بطل العالم باش تقبل اللعب، يعني باش تستناه في المناطق نتاعك وتلعب له بالكونتر اتاك. انت ترتيبك 25 عالميا باش تلعب ضد منتخب ترتيبه 143 ولا مش عارف كم. انت باش تضغط عليه في مناطق وباش تلعب المباراه كلها، يعني باش تلزمك لاعبين عندهم لمسه فنيه، عندهم مهارات فرديه فنيه. ليش نلعب بثلاثه لاعبين انا في وسط الملعب وانا عندي لاعب مثل البدري متالق في الشامبيونز ليج مع الترجي الرياضي التونسي في السنتين الاخيرتين من افضل اللاعبين في الجهه اليمين؟ خلي بدري على اليمين ويوسف على اليسار ونعيم سليت يستغلوا وراء المهاجم كما يلعب في فريقه في ديجون في فرنسا ووهبي الخضري. ثم حاجه اخرى مهمه جدا اللي دائما نقولها في كره القدم، شا
شخصيه المدرب لازم تكون قويه، اللاعب لازم يحس انه شخصيه المدرب على مستوى عالي جدا، وهو اللي عنده الريموت كنترول يسير في الفريق. يعني وقت اللي لاعب مهما يكون اسمه ومهما يكون قيمته مش في الفورمه في المنتخب لازم يخرج طبعا، من غير لاعب، لانك انت في المنتخب عندك حريه الاختيار والدكه نتاعك مليانه باللاعبين طبعا، خاطر اللاعب من لاعب الا بشر. يعني مش نلقاو احنا يوسف المسيكني كل مباريات في الفورمه، مش نلقاو وهبي الخضري في كل مباريات في الفورمه، اذا كان انت تشوفه مش في الفورمه تدخلهم وتدخل لاعبين اخرين ما فيش كلام، لانك انت باش تستحق لهم في مباريات اخرى. نصائح يكون عندك الشخصيه اللازمه والقويه تقدر تخرج اللاعبين الكبار هذول. طيب نصائح الكابتن نبيل معلول للمنتخب التونسي والجهاز الفني خلال المباراه المقبله، وهي في الحقيقه مباراه قويه ومصيريه جدا ومع منتخب قوي جدا، واثبت ده من خلال مباراته بالامس مع امام موريتانيا وبالتحديد المنتخب المالي، مواجهه صعبه ويجب على المنتخب التونسي ان هو يفوز في هذه المباراه، بالتالي عايز اعرف نصائح حضرتك ايه للمنتخب التونسي في مباراه مالي بالتحديد. اختيار التشكيل المناسب واللاعبين المناسبين ونخليهم في مراكزهم من غير فلسفه، راهي الكوره ما تحبش الفلسفه. تمام. اللي متالق في مركزه في الجهه اليمين خليه في الجهه اليمين، ما تغيرش المراكز. كما صار البارح مثلا، انا عندي السخيري، ممكن ما تعرفوش كثير في مصر. الياس السخيري في السنتين الاخيرتين يعني من افضل ثلاثه لاعبين في افتكاك الكوره في الدوري الفرنسي. تمام. ليش تغير له في مركزه وانت؟ خليه امام الدفاع وخلي غلال الشعراني مثل يلعب في الترجي، معناها يلعب بوكس تو بوكس، لاعب وسط ميدان يمشي ويجي يمشي ويرجع. لاعب ليش تغير؟ ليش تغير في خطة اللاعبين؟ نفس الشيء بالنسبة للوليد كشريدة، الوليد الصغير، خليه يلعب باك يمين مثل ما يلعب في فريقه في النجم الرياضي الساحلي، مع اختيار اللاعبين اللي في الفورمة، خاطر في المنتخب لازمك تلعب في اللاعب في الفورمة في الوقت هذاك، في المباراة هذيك، في التوقيت هذاك بالضبط، من غير ما تتفلسف كبير. أنا متفائل كثير لأن المنتخب التونسي إن شاء الله باش يمر للدور الثاني، لكن بإذن الله إن شاء الله، لكن لازم الاختيارات تكون بالاستحقاق، اللي يستحق يلعب لازم يلعب، انت ما موجود معاه في التمرين، اللي تشوفه اكثر في الفورمه هو اللي لازم يكون يتواجد كاساسي في المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايضا وحضرتك معايا، عايز اخذ رايك في المباراه الاولى المنتخب مصر امام بالتحديد زيمبابوي، وعندك مباراه كمان بكره امام الكونغو، رايك في المباراه الاولى واداء منتخب مصر والنتيجه، وكمان نصايحك للمنتخب المصري في مباراه الغد امام الكونغو. شوف المنتخب المصري يعني شوط اول كان يعني قريب من الحسن، شوط ثاني كان اقل من المتوسط بالنسبه للمنتخب المصري. ايضا المنتخب المصري عندي شويه هكا، معناه في لاعبين انا كنت نحبط في ظل اللمسه الفنيه اللي اصبحت موجوده في المنتخب المصري، وفي ظل نفس الشيء انه المباريات باش تفرض على المنتخب المصري انه يعمل ضغط عالي على الفرق المنافسه، والمباراه كلها باش تدور يعني في نصف ملعب منتخب الخصم، يعني رمضان صبحي لازم كان المفروض يكون موجود، وكهرباء المفروض يكون موجود، لانك في حاجه اللاعبين عندهم الامكانيات هذه، عندهم التواغل، عندهم المراوغات القصيره، يعني في الوان واحد ضد واحد معناها ياخذوا. ونفس الشيء ايضا انت في حاجه لاعب مثل شفت معناها تاثير علي معلول في الجهه اليسرى، انا بالنسبه لي انا نفس الشيء احمد فتحي في الجهه اليمنى. طبعا يعني طبعا ما تقدرش تستغنى على لاعب معناها خبره، شوف كم انا دائما في ذهني نقول لهم افضل لاعب بالنسبه لي انا مصر في امم افريقيا الماضي هو احمد فتحي. احمد فتحي لانه احمد فتحي استغلوا المدرب في اربع مراكز. فعلا لعب باك يمين في امم افريقيا الماضيه، لعب باك شمال، ولعب في خط وسط الميدان. جوكر تلقى لاعب معناها بوليفالون قادر يلعب بالمراكز هذوما الكل. ما تقدرش مع الخبره اللي عنده حتى ولو ما يكونش اساسي، تستحقه في بعض المباريات، تستحق خبرته، تستحق نصحه للاعبين طبعا، تستحق الكلمه نصايحه للاعبين، تستحق معناها انه في مباراه لما تلعب في معاه منافسه وفي مثل المباراه الاولى. انت تصور احمد فتحي جاء موجود ومعاه توغلات ولا دخول محمد صلاح الى العمق، باش يلقى نفسه مفتوح على الجهه اليمنى، لو راح وعمل كروستات وعمل دريبلين وجاب خطر كبير، مع انه المحمدي عمل مباراه محترمه، لكن هجوميا دائما احمد فتحي عنده قيمه اكثر فنيه بالنسبه للمنتخب المصري. وكما قلت لك معناها لازم الخيارات الهجوميه تكون عندك اكثر، لانه انت تفكيرك هجومي اكثر منه دفاعي في المباريات اللي باش يلعبهم المنتخب المصري، والتوازن لازم يكون موجود.
لانك انت كل الفرق اللي باش تلعب لك باش تلعب بهجمات مرتده. توازن موجود جدا. طارق حامد لعب مباريات كبيره، عبد الله يلزم المثلث حسب راينا شخص ينقلب. طارق حامد يكون هو راس المثلث الى الوراء، على يمينه عبد الله وعلى يساره النني، باش عبد الله يحاول يغطي عدم رجوع محمد صلاح للمناطق الخلفيه. بعدين لما تكون الكره عند المنتخب المصري يمشي عبد الله كصانع العاب باش يقدر معناه يصنع اللاعب ويكون قريب من المهاجم، لكن اول ما الكره تكون عند المنافس نخلي محمد صلاح فري. انا نحاول دائما نخلق شيء باش نحاول نخل به توازن المنتخب، لانه كل الانظار باش تشوف اول محمد صلاح يلمس الكره تلقى اثنين ثلاثه لاعبين عليه. يلزمني نخلق شيء جديد انا محمد صلاح، نغيره من المركز نتاعه، نخليه يدخل اكثر الى عمق وسط الميدان، نخليه معناها يجلب اثنين لاعبين ثلاثه لاعبين الى المنطقه، مش يخلي لي مساحات للاعبين الاخرين اللي يلزمني نحاول نستغلهم انا، هذا الكل لازم تكون موجوده معناها في ذهن المدرب. حضرتك مع ان محمد صلاح يلعب مهاجم ولا يلعب في مركزه المتعود عليه كوينج رايت مثلا؟ خصوصا في ظل التفكير. شوف يبدا وينج رايت. ليش يبدا وينج رايت؟ لكن وقت اللي المنتخب المصري يبدا معناه في الخروج بالكره من المناطق الخلفيه، محمد لازم يكون فري، ممكن يروح كمهاجم ثاني، ممكن يروح. شفت ميسي كيفاش يلعب في برشلونه فري، نخلي محمد فري. علاش نخليه فري؟ باش يخلي بتوازن خط وسط الميدان والخط الخلفي، لانه محمد لازم يجي يتمركز بين الخط الخلفي نتاع الفريق المنافس وخط وسط الميدان. بس اذا كان وخر له واحد من لاعبي وسط الميدان باش معناها يعمل له محاصره، تولي عندك زياده عدديه في خط وسط الميدان. اذا كنت تخلي معاه الباك اليسار لما هو يطلب الكره، تخلي الجهه هذيك فارغه للباك يمين نتاعك يطلع فيها، واذا كان خرج له واحد من محور الدفاع باش يعمل زياده عدديه، يولي انت المهاجم نتاعك واحد ضد واحد في الخط الخلفي تقدر تلعب عليه مباشره. يعني تحرك صلاح مهم جدا للاخلال بتوازن الفريق المنافس. طيب برضو عايز اسال حضرتك على اقوى الفرق من خلال متابعتك للجوله الاولى حتى الان في بطوله الامم الافريقيه وفي دوري المجموعات بالتحديد، اقوى المنتخبات مين من وجهه نظرك والمرشحين للوصول لدور النصف النهائي بالتحديد؟ من خلال تجربتي انا في امم افريقيا، يعني المباراه الاولى راهي ما تعني شيء، ممكن منتخب يبدا لك بدايه قويه وبعدين ما تلقاش في الدور الثاني والثالث. وممكن المنتخب يبدا لك، وهذا الاكثر موجود، يبدا لك بدايه متوسطه وتلقاها الفورمه تبدا تجي، لانه انا مثل ما قلت راه التحضير نتاع المنتخبات الكبيره، التحضير البدني الهدف نتاعو انه الوصول للدور الثاني. يعني التوب فورم نتاع اللاعب تكون موجوده في الدور الثاني. نشاهدوا اللاعبين متالقين ان شاء الله في الدور الثاني، لان التحضيرات البدنيه كانت موجوده على هذا المستوى. انا اظن من خلال المباريات الاولى اللي شاهدناهم، المباريات الاولى، لكن هذا ما يعني شيء، المنتخب السنغالي والجزائري من اقوى المنتخبات حسب المباراة الاولى. دائما نقول حسب المباراة الاولى، لكن انا متاكد 100% انه اشياء كثيره باش تتغير مع تقدمنا في المباريات. اخيرا راي حضرتك في التنظيم ايه؟ رائع راحة. يعني شوف حفل افتتاح على مستوى عالي جدا، ليش نقول رائع واكثر من رائع؟ مانيش نرمي فرود راهو للمصر ولا للشعب المصري، لا، لانه المده كثيره. مده التحضير اربع شهور بس، هذا يخليك تقول راي. حتى كان جاء التنظيم اقل من اللي شاهدناه يلزمنا نشيدوا به، لانه المنتخب مصر نظمت كاس افريقيا في فتره وجيزه، وصعب انك لانه تعرف انت يلزمك سنتين وثلاث سنوات باش تبدا تحضر معناها في معناها دوره مثل امم افريقيا ولا كاس عالم ولا امم اوروبا ولا دوره اولمبيه، خاصه حفل الافتتاح معناها لازمك تبدا تحضر فيه قبل ساعه ونص. شفنا حفل معناها رائع على مستوى عالي جدا. كابتن نبيل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا من نجم كبير جدا ومدرب كبير ومحلل كبير كابتن نبيل معلول، طبعا المدير الفني السابق او الاسبق كمان للمنتخب التونسي.